شيخ عبد الله عنك، واحد يقول لك صلى الجمعة ماموم مع الإمام ولكن ما شعر نفسه إلا والإمام زي سلم وهو سلم، بس يقول لك ما يدري هل هو قرأ التشهد ولا صلاة في الحالة دي كيف؟ وهذا الشك بعد ما سلم ولا شك ولا شك قبل؟ لا، يقول لك أنا ما فهمت نفسي إلا أنا مسلم مع الإمام لكني ما أدري أنا قرأت التشهد ولا ما قرأت. شك بعد ما السلام يعني؟ شك بعد السلام؟ يقول ما شعرت بنفسي إلا أنا مسلم مع الإمام. بعد سلم الإمام. شك بعد السلام معلش. رسول الله تقرأ. أما كان شك